اليوتيوب يمنعني من البث لمدة 90 يوما. أهلا بكم على قناة بوابة الفضاء أستروجيت، معكم رامي عماد، وهذا الفيديو دعوة لكم لمشاهدة البث المباشر لإطلاق أريان 5 حاملا ساتل السعودي جيوسات 1 أو كما يسمى هيلسات 4 وساتل الاتصالات الهندي جيسات 31، وذلك الليلة على صفحتنا على الفيسبوك أستروجيت بوابة الفضاء استثنائيا لأسباب خارجة عن إرادتنا، ورابط البث في الوصف أدناه. ربما تتساءلون عن سبب غيابي خلال الفترة الماضية وقلة الفيديوهات التي نبثها. نحن كما تعرفون في فترة تحضير انتقالية نحاول فيها إعادة إطلاق المشروع باحترافية أكبر ومستوى أعلى كما ونوعا. سأشارككم مثالا يوضح المشاكل التي نتعرض لها. ففي أثناء بث تجريبي خاص لاختبار إعدادات جديدة نعمل عليها، انقطع البث وتلقينا بلاغا من اليوتيوب يمنعنا من البث لمدة 90 يوما، زاعمين أنني عرضت مقطعا عليه حقوق للملكية. تواصلت مع القناة صاحبة الحقوق للمقطع المفترض إن ناتشل، وهي من أشهر القنوات التعليمية على اليوتيوب في العالم، وأبدوا لطفا وتعاونا كبيرين وسمحوا لي بهذا الاستخدام، كما تمنوا التوفيق لقناة بوابة الفضاء أستروجيت. وبعد أسبوع كامل من ذلك وأكثر من 10 مراسلات مع اليوتيوب، ما زال المنع قائما رغم غيابي أسبابه وسماح صاحب المحتوى لي باستخدامه، مع العلم أن الاستخدام كان عن طريق الخطأ وضمن بث تجريبي خاص غير منشور. ربما نخصص وقتا نفرده لشرح المشاكل العديدة والتحديات التي تواجهنا، لكننا نعدكم أننا سنستمر رغم كل الصعوبات ما دام دعمكم لنا مستمرا. فرجائي من جميع المشتركين بهذه القناة أن ينضموا لنا أيضا في صفحتنا على الفيسبوك، ولا يبخلوا علينا بالإعجابات والاشتراك ونشر المحتوى الذي نقدمه ليصل كل من لديه شغف للعلم والتعلم. رابط الصفحة في الوصف أدناه. كان معكم رامي عماد وفريق بوابة الفضاء أستروجيت. نحن في انتظاركم على صفحتنا على الفيسبوك بوابة الفضاء أستروجيت. خلال دقائق سنكون معكم في بث مباشر وبالتعليق العربي لإطلاق أريان 5 حاملا سعودي جيوسات 1 أو هيلسات 4 وجيسات 31 من غويانا الفرنسية. تابعونا.